بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 9 من شهر صفر من عام 1423 في اللقاء الثاني منه. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟ هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مأخوذ من كلام أهل العلم. أهل العلم فصلوا في الاختلاط والعزلة، فقالوا: إذا كان في الاختلاط مصلحة ظاهرة في أنه يدعو إلى الله ويبين للناس، فهذا الاختلاط أفضل له من الاعتزال. أما إذا كان العكس، اختلاطه بالناس لا يفيد شيئا لأنه جاهل عام، أو أن الناس أعرضوا وصاروا لا يقبلون، فهذا عزلته أحسن من اختلاطه، لئلا يتأثر بالناس. الحاصل أنه إذا كان يؤثر على الناس خيرا فإنه يختلط به، أما إذا كان العكس هم يؤثرون عليه شرا فإنه لا يختلط به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، القتال هل يكون بالسيوف أم بالآليات الحديثة؟ هذا صحيح، الحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، وحتى يقول الشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هذا في آخر الزمان. وأما كيفية القتال والسلاح الذي يستعمل فيه، الله أعلم، الله أعلم، لم يبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الكتب المختصرة الواضحة في علامات الساعة والتي تفيدوننا إليها؟ الكتب المؤلفة في أشراط الساعة كثيرة، من أقدمها النهاية لابن كثير، النهاية لابن كثير تابع للبداية، لأن تاريخ ابن كثير اسمه البداية والنهاية، النهاية هي أشراط الساعة، وهو مطبوع وملحق بالبداية متكامل، وكان من قبل لم يطبع، الآن طبع كاملا بالبداية والنهاية. وكذلك في كتب كثيرة، منها الإشاعة في أشراط الساعة لابن الرسول البرزنجي من علماء المدينة، ومنها الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للشيخ صديق حسن خان ابن النوجي، وهو مطبوع. ومن أشملها وأحسنها إتحاف الجماعة ببيان أشراط الساعة للشيخ محمود بن عبد الله التويجي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الراية العلمية؟
ما معنى الراية العمية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراية العمية الجاهلية، الراية الجاهلية التي لا تقاتل من أجل الإسلام وإنما تقاتل من أجل العصبية، من أجل العصبية القبلية، هذه هي الراية العمية التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال، وكذلك الراية التي يكون فيها خروج على إمام المسلمين، راية الخوارج، هذه أيضا راية عمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال مودع في بنك من غير اختياره، هل يأخذ هذه الفائدة الربوية ويعطيها فقيرا محتاجا إليها؟ ثم هل يخبره بذلك بأنه مال محرم، أم ماذا يصنع بهذه الفوائد؟ العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فصلوا في هذا، فقالوا: إذا تاب الإنسان من الربا، إنسان يتعامل بالربا ثم تاب وعنده أموال مجتمعة من الربا، فإنه يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، لا على أنها صدقة، ولكن على أنها مال ضايع ليس له مالك، يتخلص منه. أما الأموال التي لم يقبضها، الربويات التي لم يقبضها، تكون في البنوك أو في ذمم الناس، فهذه يتركها ولا يقبضها، يسلم من شرها. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان لهم ديون ربوية على الناس أو رصيد في البنوك من الربا وتاب إلى الله، فإنهم يتركوا ولا يأخذون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت منها هذا السؤال: هل صحيح أنكم يا صاحب الفضيلة أفتيتم بأنه لا تجوز مقاطعة البضائع الأمريكية؟ ما قلنا لا تجوز، يقول لا تقاطع إلا بأمر من ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها إنها تقاطع، أما مقاطعة فردية من بعض الناس هذه لا تجدي شيئا ولا تحرم الحلال. الأصل أنها حلال، ألا أحد يحرم الحلال إلا إذا صدر من ولي الأمر الذي ينظر في مصلحة المسلمين ومصلحة البلاد، إذا صدر منه أمر فإنه يجب الامتثال ومقاطعة بضائع الدولة الحربية التي تقاطع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال الحرير فراشا ونحو ذلك، وهل يجوز استعمال الفضة للرجال في غير الخاتم؟ أما الحرير فلا يجوز استعماله فراشا لا للرجال ولا للنساء، أي ما يجوز استعمال الحرير فراشا أو مسانيد أو مقاعد في السيارة أو في غيرها، لا للرجال ولا للنساء، إنما أبيح لبس الحرير للنساء، وأما جعله فرشا هذا لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. وأما الفضة فيباح للرجل خاتم الفضة، يباح للرجل خاتم الفضة، ويباح له تحلية المنطقة وهي الحزام، المنطقة وهي الحزام الذي تحزم به الرجل، يجوز أن تكون محلاة بالفضة، وكذلك السلاح يكون فيه زركشة من الفضة
لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز لطالبات العلم أن يقرأن بعض المتون بطريقة ملحنة كما يفعله بعض أهل العلم عندما يقرؤون الكتب؟ وإذا كان هذا الشيء جائزا فهل هناك دليل على جوازه؟ الملحن لا يجوز، هذا غنى، تلحين غنى، لكن أن يقرأها بصوت حسن طيب، يقرأ ولا يسمى هذا تلحين، يقرأها بصوت حسن ولغة واضحة، هذا لا يسمى تلحينا، وإنما يسمى تحسينا للصوت، فلا بأس بذلك، أنه يقرأها ويقرأ المواعظ والخطب بصوت حسن وإلقاء حسن يؤثر على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهر الإسلام غريبا، كذا يقول، وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. السؤال: من هم الغرباء؟ وهل نحن الآن في زمن الغربة التي جاء ذكرها في الحديث؟ حديث صحيح، والغرباء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن رجب، للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، رسالة، رسالة في هذا الموضوع اسمها كشف الكربة في حال أهل الغربة، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع الذي ظهر لرسائل ابن رجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كبد في أمريكا. نعم. تقول: سلمك الله، أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كبد في أمريكا، وكل الإجراءات منتهية حتى التأشيرات لي ولأمي جاهزة، والوقت في حالتها مهم، إلا أن تأشيرة أخي وهو المحرم معنا في كل أسبوع يقولون إنها تنتهي في الأسبوع الذي بعده. السؤال: هل يمكن لي أن أسافر أنا وأمي ثم يلحقنا أخي بعد ذلك، لأهمية الوقت في هذا الحال؟ لا يجوز السفر إلا بمحرم، عليكم بمحاولة إنجاز تأشيرة المحرم بأي وسيلة، و تتصلون بأهل الخير ومن لهم تأثير على المسؤولين عن التأشيرات، يشرحون لهم الضرورة التي أنتم بها، ولا أظن إن شاء الله أن أهل الخير يقصرون في هذا، إذا عرفوا حالتكم ما أظنهم يقصرون في هذا، فعمدوا أحد من أهل الخير يتصل بالمسؤولين عن التأشيرة يشرح لهم وضعكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يعد من الشهرة في هذا الزمن لبس الإزار إلى أنصاف الساقين والذي ورد فيه الحديث؟ المسلم يلبس لباس أهل البلد ما دام لباسهم موافقا للسنة، فيلبس لباسهم ولا يخالفهم باللباس ليكون هذا شهرة بينهم، هذا هو المطلوب في الإزار وفي الثوب، يلبس ما عليه هذا البلد ما دام انه الى الكعب، هذا سنة لا يخالفهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان مكان الحاجة في الحمام، وإذا قضينا حاجتنا أكرمكم الله والحاضرين ونريد أن نتوضأ، هل نخرج من الحمام ونقول الدعاء الوارد، أو يكفينا أن نقوله في الحمام ثم نتوضأ في مكاننا؟ قبل أن تدخل في الحمام تقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، النجس الرجس الشيطان الرجيم، هذا يكفي إن شاء الله،
عند الدخول في الحمام، إذا ذكرت اسم الله عند الدخول يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز مصاحبة المرء الذي ينتقص قدر العلماء ويتبع من الدعاة الذين ردهم أو رد عليهم مرارا، أو يجالس من يكفر الحكام بدعوى أن هذا الشخص هو أخي في الإسلام، وما توجيهكم لهؤلاء؟ هذه فتنة، هذا مثل جواب السؤال الأول. إن كان لك تأثير عليه في أنه يرجع إلى الصواب ويترك هذه الأمور فأنت تخالطه وتنصحه وتبين له لعله يقبل. أما إذا كان ليس لك تأثير عليه ولا يقبل منك فلا تصاحبه، لأنه جليس سوء. إذا لم يقبل النصيحة فهو من جلساء السوء، فلا تجالسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في معرفة ما هو نجس؟ نعم. يقول: قصده الماء، الماء الذي هو النجس، ما أصابته النجاسة من الثياب ومن البدن ومن ما أصابته نجاسة فهو نجس، من بول أو غائط أو دم أو غير ذلك من النجاسة. وأما الماء الصحيح أنه لا يكون نجسا ما وقعت فيه نجاسة إلا ما تغير، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا. أما إذا وقعت فيه ولم يتغير الصحيح أنه طهور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا مات رجل من أهل المعاصي وهو على معصية وهو مشهور بين الناس بهذه المعصية كحال أهل الغناء والتمثيل، هل يصح إطلاق هذه العبارة عليه: فلان هالك؟ وهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة لمن مات على كبيرة من الكبائر أن يحكم عليه بالهلاك؟ لا يصلح هذا، أهل الكبائر لا يصلى عليهم ويدعى لهم لأنهم مسلمون، ويستغفر لهم لأنهم مسلمون لم يخرجوا عن الإسلام، فلا يجوز أن يطلق عليه أنه هالك أو أنه في النار أو ما أشبه ذلك أو أشد من ذلك يقال كافر. هذا مذهب الخوارج، بل يقال بل يستغفر له ويدعى له ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وأمره إلى الله في مسألة الذنب الذي عليه، أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما حكمه عند المسلمين فهو أنه مسلم، أنه مسلم يعامل معاملة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال، إذا يقول حسن الله إليك: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال حصل كذا وكذا، أو قال رجل فعل، أو قال كذا وكذا، وما الحكم والسؤال؟ هل تصح هذه الأسئلة علما بأن الحادثة التي في هذا السؤال لم تقع وربما كانت خيالا؟ بمعنى، هل يكون ذلك كذبا أم أن هذا جائز باعتبار أن الهدف من السؤال هو معرفة الحكم الفقهي؟ هذا الكذب هو الإخبار عما ليس بواقع، الكذب هو الإخبار عن شيء لم يقع على أنه واقع، قال حدث كذا وهو لم يحدث، جاء فلان وهو لم يأتي، مثلا فلان فعل كذا وهو لم يفعل، هذا هو الكذب. فالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. لا يجوز للإنسان أن يكذب ويقول حدث كذا، لكن لو قال إذا حدث كذا فما الحكم؟ إذ يقول إذا حدث كذا، يكون صريح، ما يقول حدث كذا وهو لم يحدث، بل يقول إذا حدث كذا وكذا فماذا نعمل؟
هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تعلمون صاحب الفضيلة قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب مما جعل المعلم ليس له وسيلة للعقاب إلا درجات المشاركة والواجبات بالخصم منها في حالة مشاغبة الطالب. السؤال: هل يجوز خصم درجات من الطالب نتيجة للسلوك السيء علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ يعني بالسؤال يقول: سلمك الله، تعلمون قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب مما جعل المعلم ليس له وسيلة للعقاب إلا درجات المشاركة والواجبات بالخصم منها في حالة شغب الطالب، فهل يجوز خصم درجات من الطلاب نتيجة للسلوك السيء علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ الدرجات على حسب الإجابة، ولا يجوز أن تنقص وإجابته صحيحة، هذا ظلم، هذا ظلم له. الإجابة الدرجات على حسب الإجابة، يعطيه الدرجات التي يستحقها، وأما تأديبه فإذا كانت منعت وزارة المعارف من تأديبه فإنه يمتثل للنظام وتكون المسؤولية على الوزارة، يمتثل للنظام ولا يضربه، وتكون المسؤولية على الوزارة. أما الظلم ما يجوز أنه يظلم الطالب ويحذف شيء من درجاته فهو يستحقها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أورد أحد المحاضرين هذا الكلام ونريد الحكم الشرعي في كلامه وفي قوله، قال: إن من قرأ القرآن بعمق وغاص في آياته واستخرج اللآلئ منه والجواهر صار عبدا ربانيا إذا قال للشيء كن فيكون. ثم بعد أن قال هذا الكلام ناقشناه على كلامه وما زال مصرا عليه، فما حكمه وما حكم كلامه؟ هذا مبالغة، الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لله عز وجل، وأما المخلوق إنه عاجز لا يقدر أن يقول هذا القول لنفسه، هذا يعني هذا كأنه يتشبه بالله عز وجل في أمره، فيجب ترك هذا الكلام، يجب ترك هذا الكلام، ويجب على هذا المحاضر أن يتراجع عن هذا القول. وهذا القول قاله الصوفية من قبل، ما هو جديد، هذا قاله الصوفية: إن الإنسان يصل إلى درجة، الصوفي يصل إلى درجة أنه يقول للشيء كن فيكون، وأن الأشياء تمتثل أمره، ويعتبرون هذا من الكرامات، هذا من مذهب الصوفية، ولا يجوز الكلام هذا. فعلى هذا المحاضر هداه الله أن يرجع للصواب وأن يتأدب في اللفظ ويترك المبالغة ولا يتأثر بكلام الصوفية يظنه صحيح وهو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الترداد وراء المؤذن، وإذا كان ليس واجبا فما هو الصارف له عن الوجوب؟ ترداد يعني متابعة المؤذن، قصد متابعة المؤذن، ما يسمى ترداد، هذا يسمى متابعة، فهذا فيه الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء، إذا قال لا إله إلا الله يقول: اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره،
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم وليس واجبا، هذا من فضائل الأعمال، فمن تركه فلا شيء عليه. الرسول ما أمر بهذا أمر، وإنما قال من فعل كذا، من فعل كذا فله كذا، ولم يأمر يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن كما توهم السائل، وإنما الرسول قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يصح سجود السهو للسنة الراقبة النافلة؟ نعم، سجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فإذا سهى في النافلة فهو كمن سهى في النافلة في الفريضة يسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس نهدمه، والبعض الآخر قالوا اتركوه، فبماذا تشيرون علينا؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، أما إذا كان العكس المسجد قديم والقبر دفن فيه بعد ذلك فإنه ينبش القبر ويترك المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول إذا أحدث المرء وهو يغتسل، نعم، يقول سلامك الله، إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقل الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ إذا أحدث المرء، نعم، إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقض الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ وهل تجب الموالاة في الاغتسال؟ نعم، يواصل الاغتسال، ينتقض الوضوء، حدث الأصغر ينقض الوضوء فقط ولا ينقض الاغتسال، فيواصل الاغتسال ويتوضأ، يعيد الوضوء إذا كان توضأ قبل أن يغتسل وحصل منه ناقض فإنه ينتقض وضوءه، فإذا فرغ من الاغتسال يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول لقد ذكر صاحب كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الجزائري أنك قد اطلعت على كتابه ووافقته على طبعه ونشره، فهل هذا صحيح؟ أنا لا أحب إنكم تشتغلون بهذه الأمور، قال فلان وقال علان، وش فائدة من هذا؟ كتاب مطبوع إن جاز لك اقرأ فيه وما جاز الكتاب، ولا تسأل عن هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز اتباع الشهب بمتابعة النظر إليها إذا سقطت؟ هذا في بعض المنهي عنه أنه ينظر إليه لأنه يؤثر على البصر، يؤثر على البصر فلا يتابعه، لأنه شعاع يؤثر على البصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا أتى المسبوق في الصلاة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ويدخل مع جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أن هناك جماعة يأتون ينتظر ويصلون جماعة، أما إذا كان ما يعلم هناك جماعة فهو يدخل مع الإمام فيما بقي ولو قبل السلام يحصل على الفضيلة، ولا ينحرم هذا وهذا، ينحرم الجماعة وينحرم فضل الدخول مع الإمام فيما بقي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول متى يكون القزع مكروها ومتى يكون محرما، وهل تقصير بعض الرأس وترك البعض يدخل في القزع؟ القزع محرم ما هو مكروه، لأنه تشبه بالكفار، قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بالقوم فهو منهم، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو دعه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه هذا إنما يفعله النصارى، ألا يجوز التشبه بهم؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والقص مثل الحلق، إذا قص بعضه وترك بعضه هذا مثل الحلق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم استخدام اللولب للنساء عند الجماع؟ هذا حسب ظروف المرأة، هذا حسب ظروف المرأة، إذا كانت مضطرة إليه اضطرارا عظيما فلا بأس أن تستعمله، أما إذا لم تكن مضطرة وإنما قصدها الفرار من الحمل وإصالح للحمل وقادرة على أن تحمل فلا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها استعمال اللولة، إنما يجوز عند الضرورة إذا كان الحمل يؤثر على حياتها وتخشى من مضاعفات مرضية فلها أن تستعمل، وهذا لا بد من مراجعة الطبيب، لا بد من مراجعة الأطباء في هذا، هم يعرفون حالة المرأة وحاجتها إلى اللولب أو عدم حاجتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضا ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست بطويلة هل يكفر عن يمينه؟ إذا أقسم على الله؟ نعم. نعم. إيش أقسم؟ يقول سلمك الله، إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضا ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست بطويلة هل يكفر عن يمينه؟ هذا ذكر العلماء إذا حلف على شخص، إذا حلف على شخص له عليه سلطة كالوالد حلف على ابنه وخالفه ينفعل مع يمينه ويتأثر بيمينه فهذا يكفر، أما إذا حلف على شخص لا يتأثر بيمينه فهذا ليس عليه كفارة لأن يمينه أصلا غير منعقدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما رأيكم في التلحين أي التغني بالأذكار في أدبار الصلوات؟ رجعنا للتلحين، تحسين الصوت ما هو بتلحين، تلحين غنى والغنى لا يجوز، لكن تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالأذكار هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول ما هي الردة ومتى تكون الردة في الاعتقاد وهل تثبت ردة المميز؟ الردة هي الرجوع عن الإسلام، الردة هي الرجوع عن الإسلام من ارتد إلى رجع، والرجوع عن الإسلام يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام كالشرك بالله عز وجل، تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك، هذه الأمور الأربعة، فإذا تكلم كلام الكفر وهو غير مكره إنه يكفر بذلك، وإذا فعل فعل الكفر كان سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو ترك الصلاة هذا كفر يخرج من الملة، وإذا اعتقد بقلبه عدم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك أو اعتقد عدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كحال المنافقين، منافقون يشهدون أنه رسول الله لكن يكذبونه في قلوبهم، هذه ردة. أو شك قال ما أدري هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هل هو رسول ولا ما هو رسول، هل ما قاله صحيح، هل ما ذكره عن الجنة والنار صحيح أو ما هو صحيح، إلى شك هذا كفر وردة، ف
فالردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. والنواقض كثيرة جدا، ذكر منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض في رسالة مستقلة، والفقهاء ذكروا نواقض كثيرة في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون؟ هذه في قصة عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل الإفك بما رموها به، الله جل وعلا برأها من ذلك وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقوله المنافقون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه تبرئة عائشة رضي الله عنها، برأها الله من فوق 7 سماوات. وقوله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا برهان على كذبهم، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم زانية كما قال المنافقون، لا يمكن هذا، لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا العفيفة الطيبة، فهذا طعن في الله عز وجل. الطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله أنه اختار لنبيه خبيثا، خبيثات للخبيثين لا تكون للطيبين أبدا، طيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، فهذا رد عليهم في أن الله لا يمكن أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خبيثة، لأن الله جعل الطيبات للطيبين وجعل الخبيثات للخبيثين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص مرض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الصلاة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، شخص مرض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الصلاة ويريد قضاءها ويسأل عن كيفية قضاء الفوائد، هل يقضيها دفعة واحدة أم يلزمه أن يقضيها في أوقاتها، بمعنى يقضي مع الفجر صلوات الفجر وهكذا؟ المريض لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله، والخائف لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله ومقدرته، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الصلاة لا تترك بحال، ما دام عقل الإنسان باقيا فإنه لا يترك الصلاة، لكن يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فلا تترك الصلاة لأجل المرض إلا إذا فقد العقل، إذا فقد العقل وصار لا يعقل فهذا ينظر، إن كان فقده للعقل استمر مدة طويلة أشهرا أو سنين ثم رجع إليه عقله فهذا لا يقضي ما فات، لأنه وقت فقدان العقل رفعت عنه التكاليف فيصلي في المستقبل فقط. أما إذا كانت مدة غياب عقله قليلة، إذا كانت مدة غياب عقله قليلة بحدود 3 أيام 4 أيام إلى 10 مثلا، قليلة تعد قليلة، فهذا يقضي ما فاته، يقضي ما فاته ويقضيه متتابعا، يقضيه متتابعا، ما يؤخره إلى الصلوات، صلي الظهر مع الظهر والعصر مع، لا هذا غلط، هذا عند العوام هو غلط، بل يصلي بالترتيب صلوات اليوم الأول ثم بالترتيب صلوات اليوم الثاني ثم بالترتيب صلوات اليوم الثالث وهكذا حتى يكمل ما عليه. إذا أمكنه أنه يقضيها في مجلس واحد يجب عليه ذلك، وإذا لم يمكنه فإنه يوزعها على فترات حسب استطاعته.
ما لم يتضرر في معيشة، يقولون ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها فيوزعها على فترات، وفي كل فترة يقضيها مرتبة متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد عليها؟ فتح الحساب من أجل الإيداع فقط هذا يجوز للضرورة، إذا ما وجد مكان يحفظ فيه نقوده يخاف عليها من السرقة والضياع ولا وجد مكان إلا البنوك، فيجوز أن يودع فيه إيداعا للحفظ فقط. وأما الإيداع للاستثمار فهذا حرام، لا يجوز الاستثمار الربوي، هذا حرام ولا يجوز. أما الإيداع من أجل الحفظ هذا جائز للضرورة، في حدود الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من يصف المسلمين بالمتخلفين أو الرجعيين أو الإرهابيين أو المتطرفين، فما حكم هذه الأوصاف وما حكم الواصف المسلمين بها؟ هذا كلام المنافقين من قبل: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجمن عند اللقاء، قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الذي يقول هذه المقالة في المسلمين هذه ردة عن دين الإسلام، هذه ردة عن دين الإسلام. أما لو قال المسلمون مقصرون في تعلم الصناعات وتعلم وإعداد العدة، عندهم تقصير، هذا صحيح. أما أنه يقول أنهم متخلفون بسبب الإسلام، إذا كان يرى أن الإسلام هو الذي يخلفهم وأنهم متأخرون بسبب الإسلام، الإسلام أخرهم، إذا كان هذا قصده هذا ردة عن دين الإسلام. أما إذا كان قصده أنهم مقصرون فيما يجب عليهم من التعلم وإعداد العدة، هذا صحيح، المسلمون مقصرون ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير في حديث إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، قول ابن القيم رحمه الله: والله خالق الخير والشر والسعود والنحوس إلى آخر كلامه، فما هو الشؤم وما هو النحس المقصود؟ وهل قول العامة امرأة النحس أو سيارة منحوسة يوافق معنى الحديث؟ نعم، والتطير لا يجوز، شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب فإنه شرك وحرام، لأنهم يتطيرون بأشياء ليس فيها شر وليس فيها تأثير، يتطيرون في بعض الطيور، يتطيرون في بعض الحيوانات، يتطيرون في الأعور، إذا رأوا الأعور يتطيرون، هذا لا يجوز، هذا الشرك، لأن هذه المخلوقات ليس فيها شر وليست سببا في الشر. أما إذا كان هذا المكان معروف في أنه، هذه الدار معروفة في أنها إذا نزلها أحد يصاب أو يموت، أو هذه الدابة من ركبها عرف هذا أنه يموت، أو هذه المرأة من تزوجها إنه يموت، فهذه أعيان خلق الله فيها الشر، الله يخلق ما يشاء سبحانه، يخلق أعيان شريرة، فإذا عرف عن هذه الأشياء أن من خالطها فإنه يصاب فإنها تجتنب، لأن هذا من الوقاية، الوقاية خير من العلاج. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البلد الذي فيها وباء والخروج منها من أجل حجر المرض في مكانه، هذا من الأسباب ومن الوقاية. فإذا عرفت هذه الثلاث بأنها محل شر وأن من قاربها يصاب فالمسلم يتجنبها. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
أما إذا لم يعرف عنها شيء فلا يجوز الاعتقاد فيها أنها تضر وأنها، وهذا ما عليه الجاهلين يعتقدون في الأشياء المباركة والأشياء الطيبة. حتى الرسل تطيروا بها، الرسل الذين جعل الله فيهم البركة تطيروا بموسى وتطيروا بمن معه، تطيروا بصالح عليه السلام، تطيروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيجعلون مصدر الخير هو مصدر الشر. هذا فعل الجاهلين، هذا هو التطير المذموم والذي هو من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قضاء صلاة الليل في حالة إذا لم أستطع قيام الليل بسبب النوم من التعب أو بسبب الدورة الشهرية؟ إذا كان من عادته أنه يقوم الليل ولكن عرض له ما منعه من قيام الليل كالدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، أو السفر بالنسبة للمسافر، أو المرض، أو النوم نام وهو يريد القيام لكن غلبه النوم، فهذا يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما جاء في الحديث، يكتب له ما نوى. إذا تركه لعارض منعه من ذلك يكتب له ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا دخلت وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل آتي بدعاء الاستفتاح أم أشرع بقراءة الفاتحة مباشرة؟ تأتي بدعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح لا يتحمله الإمام عنك، تأتي به ثم تقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الناس بقول الله تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على أنه يسلم على كل أحد من أهل البدع والأهواء، فهل هذا صحيح؟ وما هو المعنى الصحيح من الآية؟ هذا ما فهم الآية، ما هو بالسلام المراد به التحية، السلام المراد به الترك، سلام عليك سأستغفر لك رب، سلام عليك يعني تركه عليه الصلاة والسلام، هجره، فقالوا سلاما يعني تركوه وتركوا مخاطبتهم ولم يردوا عليهم، لم يردوا عليهم بل تركوهم، فمعنى السلام هنا الترك والمتاركة وليس معناها التحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ نعم. يقول سلمك الله: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ علاقة العورة بالوضوء، الوضوء ما فيه كشف عورة، يتوضؤون ويصلون، والاستنجاء يقوم مقامه الاستجمار، يستجمرون استجمارا منقيا ويكفي عن الاستنجاء بالماء إن كان هذا قصد السائل، والوضوء ما فيه كشف عورة. وإذا كان قصده عليه جنابة، عليه جنابة ويحتاج إلى اغتسال، فهذا يستتر، يأخذ يصير لرش جرى ولا يجعل ثوب ويغتسل من ورائه، يشوف له مكان ينستر ويأخذ معه ماء، هو يغتسل في البحر، يأخذ معه ماء يروح المكان المستتر أو يبعد عن الناس ويغتسل. أما للتيمم مع وجود الماء ما يجوز، ولا يكشف عورته، يروح يبعد عنه أو يستتر بشجرة أو بثوب أو بخيمة. نعم. ويغتسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أراد أن يشتري بضاعة فقال له التاجر: عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحجز لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ هذا فيه تفصيل، إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع
وهي في ملك البائع وقال لي الخيار لمدة كذا، ولكن طلب منه البائع أنه يعطيه عربون إن عزم على السلعة يأخذها ويحسب من الثمن، وإن ترك السلعة يكون للبائع نظير حبس السلعة. هذا جائز، هذا بيع العربون، هذا بيع العربون، هذا على الشيء المعين، سلعة معينة في ملك البائع وشراها وقال لي الخيار لمدة كذا وقال ما يخالف بس عطن عربون أخاف تهونهم وأن تحبس السلعة عليه، هذا جائز فيه دفع العربون ما هي بس عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع العربون، لكن عند الإمام أحمد جائز لأن عمر رضي الله عنه فعله لما شرى دارا للسجن، شرى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطى البائع بعض الثمن، الوكيل أعطى البائع بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر فإذا رضي أكملت لك، فعمر أقره على ذلك، هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة. أما البيع بالذمة، بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينضبط بالوصف، فهذا يجوز لأن حكمه حكم السلم، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين وهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول يكثر بعض الناس من قول لا تنسانا يا أخي في دعائك، حتى قلت لأحدهم ما هو واضح، قال فرد علي أنا مفتقر إلى دعائك، فما حكم هذا وما توجيهكم؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه السفر للعمرة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي في صالح دعائك. قال عمر فما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الكلمة. فهذا جائز لا بأس أنك تطلب من أخيك أنه يدعو لك، خصوصا إذا سافر لعمرة أو لحج، يقول له ادعو الله لي في حجك وفي عمرتك، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي لبعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر، بعد إيش؟ يقول في بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا صلى ثلاث ركعات بسلام واحد بنية الوتر فهل هذا صحيح أيضا؟ أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة ينوي بها الوتر صح، هذا أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيجوز الإيتار بركعة واحدة لا يصلي غيرها، يجوز هذا لكنه أقل شيء، ولكن الأحسن أنه يأتي قبلها بركعتين شفع تكون ثلاث، هذا أدنى الكمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ هذا نفس السؤال الذي مر، لا يجوز تيمم مع وجود الماء، وبإمكان السائل أو السائلة أنه يأخذ الماء ويستتر ويغتسل أو يتوضأ، يستتر بشجرة أو بجدار أو بخيمة أو برواق يحوط، يعمل له سترة تحجب الأنظار عنه ويتطهر بالماء ولا يجوز التيمم. نعم. أيضا يعني الذهاب للشواطئ، ذهاب النساء
للشواطي هذا فيه ما فيه من الفتنة. لا ينبغي للنساء أن تذهب للشواطي وتخالط الرجال، وإذا كان ولا بد إنها تذهب إلى مكان أو يذهبون معهم نساء وعوائل يذهبون إلى مكان من الشواطئ ليس فيه رجال وليس فيه، يذهبون إلى مكان خالي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وتقول في سؤالها الثاني: كنت على شاطئ البحر ورأيت عورات كثيرة، فما هو الحكم المتوجه إلي في هذه الحالة؟ الحكم أن لا تذهبي إلى هذا الشاطئ الذي تبدو فيه العورات والشر، لا تذهبي إلى هذا المكان. وعلى أولياء النساء أنهم يبعدون بهن عن هذه الأمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي أمرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في هذا الأمر أم لا؟ لا تطعه، لأن هذه معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فلا تطع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا ولي الأمر ولا أي واحد. المعصية لا طاعة فيها لمخلوق أبدا. وعليك أن تناصحه، عليك أن تناصحه وأن تعظه وتبين له مخاطر الدخان وأضرار الدخان وأنه حرام، لعل الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة وترك هذه المادة الخبيثة الضارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل مسافر أما بإناس مقيمين صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين، هل يجوز أن يتقدم أحدهم ويأم الجماعة في الركعتين الأخيرتين، أم يصلون فرادى كل يقضي الركعتين الباقيتين لوحده؟ لا، كل يقضي لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه أهل مكة في حجة الوداع صلى بهم في الحرم، فقال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر، فأتموا لأنفسكم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم ولم يقدموا إماما منهم، بل كل أتم لنفسه، ما ذكر أنهم قدموا إماما، بل كل أتم لنفسه، يصبحون مثل المسبوقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الحنان هل هو من أسماء الله؟ لم يثبت هذا، إنما ورد المنان، ورد المنان، وأما الحنان فهذا لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء جهاز الفيديو إذا كانت الأشرطة المستخدمة فيه مما تجوز مشاهدتها؟ إذا كان يعرض فيه الصور فلا يجوز، لأن مشاهدة الصور واقتناء الصور واستعمالها حرام. أما إذا كان يعرض فيه أشياء، يعني صور غير صور الحيوانات والآدميين، إنما يعرض فيه صور أشجار أو مباني أو بحار أو جبال، هذا لا بأس به. إذا كان يشاهد فيه أشياء من غير ذوات الأرواح فلا بأس بذلك. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول المرء هذه العبارة: بالله فيه جاك ورجاك؟ يقول: بالله فيه جاك ورجاك. إيش؟ بالله فيه جاك ورجاك، أو يا الله، العبارة بالله السؤال. إن كان يا الله هذا دعاء، في رجاك ولجاك لا بأس، ألتجي إليك وأدعوك وأرجوك، إذا كانت يا الله. نعم. وهذا السائل صاحب الفضيلة يقول: إن كثيرا من العامة يقولون العون أو بالعون، هل هذا حلف بغير الله أم لا؟ ما ندري وش العون هذا، يقولون أنه صنم، إذا كان صنم هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. نعم. أما إذا قال بالعون يعني بعون الله من الإعانة، بعون الله أو بالعون من الله سبحانه، بالعون من الله
بمعنى الإعانة هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص مسافر صلى المغرب ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء ويريد أن يقصر الصلاة، فكيف يصنع؟ لا يدخل معهم، لا يدخل معهم، لأن صلاة العشاء ليست صلاة قصر، صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب ليست صلاة قصر، فلا يدخل معهم، يصلي وحده أو مع جماعة مثله ويقصرون. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع روائح كحولية على الملابس، وهل هي فعلا من النجاسات؟ إذا ثبت أنها كحولية وتسكر فهي نجسة، لأن الخمر نجسة، فإذا ثبت أن هذه الأطياب تسكر أو هذه الكحوليات لو شربها إنسان يسكر فهي حرام قليلها وكثيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز استعمالها، بل الواجب إتلافها. الخمر الواجب إتلافها وعدم إمساكها، لأنها رجس من عمل الشيطان. وأما إذا كانت لا تسكر فلا حرج في استعمالها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قراءة أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم عامة بنوم الليل والنهار مع الدليل على ذلك؟ خاصة بنوم الليل، خاصة بنوم الليل، لأنها وردت في نوم الليل ولم ترد في نوم النهار. نعم. ويقول في سؤاله الثاني صاحب الفضيلة: ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوجوا خاصة مع كثرة الفتن؟ إذا كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة وهم يقدرون على الزواج فإنه يجب عليهم الزواج، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. فإذا كانوا يخافون من الفتنة وعندهم مقدرة على الزواج فيجب عليهم التزوج لأجل حماية أنفسهم من الفتنة، وإذا كانوا ما يقدرون على الزواج فعليهم الصبر والابتعاد عن أسباب الفتنة حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، الاستعفاف معناه الاجتناب أسباب الفتنة والابتعاد عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشتريت منزلا وأخذت على ذلك قرضا من البنك الربوي، وكنت أنا ذاك جاهلا بالحكم، بل كنت بعيدا عن الإسلام بالكلية، والقرض مدته 8 سنوات، دفعت منها 4 سنوات وبقي النصف، ماذا أصنع الآن؟ هل أبيع المنزل وأرجع الأموال إلى البنك حتى أنتهي من هذا الذي فعلته، أم أبقيه عندي ثم أؤجره؟ إن بعته وسددت للبنك الأموال التي أقرضك إياها فلا بأس، وإن أجرته ووفيت البنك من آجار، لأن البنك له دين عليك، والربا الذي زاده البنك عليك تتصدق في مقابله، تتصدق في مقابله، تحسب الربا والزيادة التي بنيت بها تتصدق من الدراهم ما يقابلها للتخلص منها، ولعل الله أن يتوب عليك. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أبي يتعامل مع البنك في أشياء مشبوهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعيل الوحيد لهذه الأسرة. نعم. شو يقول؟ أبي يتعامل مع البنك في أشياء مشبوهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعيل الوحيد لهذه الأسرة، وقد ذكرنا له أن ذلك حرام ولكنه مستمر في ذلك. السؤال: هل نأتم إن قبلنا ماله، وما موقفنا من العيش معه؟ لا، كل حال إذا كنتم تعلمون
إن هالمال اللي ينفق عليكم إنه من الربا هذا حرام ولا يجوز لكم قبوله إن كان لكم ما يغنيكم. إذا كان لكم ما يغنيكم فلا يجوز لكم أن تأكلوا من مال تعلمون أنه ربا. أما إن كان ليس لكم ما يغنيكم ولا ما يكفيكم وأنتم مضطرون للبقاء عنده ولينفق عليكم فيكون الإثم عليه إلى أن يجعل الله لكم فرجا تقدرون على الاستقلال والابتعاد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل ابتلي ببعض المعاصي ثم نذر أن يصوم 3 أيام كلما أتى تلك المعصية غير أنه لضعف إيمانه يعود المرة بعد المرة الأخرى إلى تلك المعصية، ماذا يجب عليه الآن؟ وهل هو ملزم بهذا النذر إلى أن يموت؟ هذا ما قصد به الطاعة، قصد به منع نفسه من هذا الشيء، يجري مجرى اليمين، يكون عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا النذر لم يقصد به الطاعة، وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء، فهو يجري مجرى اليمين تدخله الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص نسي صلاة بالأمس وأتى اليوم الآخر وتذكر أنه نسي صلاة بالأمس ولم يذكر أي صلاة هي وليس لديه شك ولا يقين، فماذا عليه والحالة هذا؟ ليس لديه شك ولا يقين، شلون؟ إذا كان تيقن أنه عليه الصلاة لم يصلها يجب عليه القضاء، وإذا كان لا يعلم عين الصلاة فإنه يتحرى باجتهاده ويعين الصلاة باجتهاده ويصلي يقضي. أما إذا كان أنه عنده شك، أخشى أن هذا عنده وسواس، فالشك لا يوجب عليه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا موظف في شركة وتمنحنا الشركة بطاقة تأمين صحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج. إيش يقول؟ يقول: أنا موظف في شركة وتمنحنا الشركة بطاقة تأمين صحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج، ولكن اتفقت مع المستوصف على أن يجعله من اسمي لكي يخصم من التأمين، فهل هذا الفعل صحيح وما هو الحل؟ هذا الفعل ما هو صحيح لا لك ولا له، ما يجوز لك تتعالج بالتأمين لا أنت ولا هو، لأن التأمين هذا حرام، لأنه أكل الأموال الناس بالباطل، وعليك أنك تعالج نفسك به من مالك إذا احتجت، وتعالج والدك من مالك الخاص، ولا تستعمل هذا التأمين لأنه مال حرام، لأنه من أموال الناس، من أموال المشتركين في هذا الشيء وليس لك، فاترك التأمين لا لك ولا لوالدك، وعالج نفسك وعالج والدك وأولادك من مالك إذا كنت تريد السلامة تريد النجاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا رجل من غير هذه البلاد، وأهل بلدي يحسنون الظن في شخص الضعيف، فيأتون إلي ليسألوني عن مسائل في العلم، فلا أجيبهم إلا بما سمعته من العلماء في هذه البلاد وبما أسمعه من برنامج نور على الدرب، ولكن هناك أمر مهم جدا يكثر السؤال عنه من نساء بلادنا، يسألون أهلي ليسألونني، وهو ما يتعلق بأمور الحيض والنفاس والإحداث وغير ذلك مما يخص النساء، فحبذا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا فألفتم رسالة ضعفية شافية في هذه المواضيع الحامة. هذا فيه مؤلفات مطولة ومختصرة موجودة في الحيض والنفاس وأحكام الطهارة موجودة، وأما ما ذكرته من أنك تفتي الناس بما تسمع من أهل العلم أو من الإذاعة، إذا كنت متأكدا
من الجواب ومن الفتوى، فإنك تقول لهم أنا سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا، سمعت في الإذاعة كذا وكذا، تذكر لهم أنك سمعت هذا أو أنك قرأت هذا، تذكر، ما تعطيهم الحكم وتسكت يظنون أنه فتوى منك أنت، بل تقول هذا شيء سمعته أو قرأته، تبين لهم هذا، تبرأ ذمتك بهذا. نعم، أحسن الله. وما أشكل عليك من الأسئلة قل لهم وجهوه لأهل العلم، اكتبوا اكتبوا لأهل العلم، اتصلوا بالتلاوون على العلماء واسألوهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قتل في الجهاد الشرعي؟ هل يحكم له بالشهادة؟ فأرجو التفصيل. وهل يعامل معاملة الشهيد؟ من قتل لتكون كلمة الله، من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون شهيدا، كونوا شهيدا. والله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات والمقاصد. نحن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو لهم الشهادة إذا مات، إذا قتلوا في سبيل الله تحت راية الجهاد، نرجو لهم الشهادة ولا نجزم بهذا، لأننا لا نعلم نياتهم ومقاصدهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإكراه بالكفر خاص بالقول أو بالقول والفعل؟ خاص بالقول، إذا أكره على كلام الكفر ولم يكن له مخلص إلا بأن ينطق بالكلمة مع اعتقاد قلبه الإيمان فيجوز، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في القول، والآية سبب نزول الآية في كلام تكلم به بلال رضي الله عنه، أكرهه عليه الكفار فنطق به، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا في القول، أما الفعل أنه يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا وإن قتلتم وحرقتم، لا يجوز يشرك بالله. تعلمون قصة الذي ذبح الذباب، قرب الذباب للصنم فدخل النار؟ نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد ومتزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه، نعم، يقول عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد وهو متزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه فإن أباه يقيم أولاده مقام أبيه، بحيث إن الجد إذا توفي اقتسم هؤلاء الأولاد نصيب والدهم مع أعمامهم مثل لو كان أبوهم حيا، فهل مثل هذا العمل يجوز شرعا في إجازة الورثة أو بعدمها؟ إذا كان نصيب الميت قدر الثلث فأقل فلا بأس، لأن للإنسان أن يوصي بالثلث فأقل من ماله لغير وارث، وهؤلاء غير وارثين مع وجود أعمامهم، فله أن يوصي لهم بثلثه أو أقل من الثلث. أما إذا كان أكثر من الثلث فلا يجوز إلا بإجازة الورثة بعد الموت، أو في الحياة بعد الموت، إذا أجازوها بعد الموت صح، وإلا فالحق لهم يأخذون ما زاد عن الثلث. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاء رجل يريد الجهاد وكتب مع الغزو يبي يخرج مع الغزو في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأته، ارجعه من الغزو ليحج مع امرأته. لا يجوز. المرأة إذا لم تجد محرما تنتظر، فإن تيسر لها المحرم حجت، وإن لم يتيسر لها وأيست منه فإنها توكل من يحج عنها، تنيب من يحج عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: هل يجوز النقش بالحنة على اليدين للنساء؟ لا بأس بذلك، لكن لا تظهره أمام الرجال غير المحارم، تستره عن غير المحارم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أشكل علينا بعض مسائل في الزكاة، فقد قرأنا وسمعنا في زكاة الزروع ما يلي: إذا حصد الزرع وصفي الحب أخرج زكاة الموجود بعد أخذ مؤونته وعياله للسنة المقبلة، كيف يكون حساب ذلك؟ هذا غلط، ما يأخذ للسنة المقبلة، يجوز له يأخذ مؤونته وقت الحصاد، وقت يعني يترك له شيء يأكله وقت الحصاد وقت وقت الزرايه وتحصيل الحبوب أو التمر، يأكل في هذه الفترة، وأما أنه يأخذ قوت سنته لا. والزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، وجبت الزكاة في ذمة صاحب المزرعة أو صاحب الأشجار. ولكن لو تلفت قبل التمكن من أخذها فإنها تسقط عنه، لا يستقر الوجوب إلا إذا حصد الزرع وجذ النخل استقر الوجوب حينئذ. أما لو تلفت بعد بدو الصلاح ولم يتمكن منها فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجرين بعد الحصاد وبعد الجذاذ، حينئذ يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: نسمع عن بعض المنتسبين إلى العلم يقول في قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يقول إنها لم تأتي بعد، وأن المقصود في قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أنهم المسلمون دخلوه أول مرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والآن ينتظرون الدخول الثاني، فهل هذا صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح للآية؟ هذا غلط، ما هو هذا تفسير الآية، لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. أو الله جل وعلا يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرناهم، أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد، وهم الفرس المجوس، سلطهم الله على بني إسرائيل بذنوبهم فاحتلوا بيت المقدس وأفسدوا فيه، ثم إنهم رجعوا وأعطى الله لبني إسرائيل القوة، ثم إنهم عادوا إلى الفساد فعاد الله عليهم عدوهم فاحتل المسجد الأقصى وأفسد في البلاد المقدسة عقوبة لهم، كل هذا من باب العقوبة. المرتان حصلتا في الزمان السابق، والمرة الثالثة قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، إذا عاد بنو إسرائيل للفساد فإن الله يعيد عليهم النقمة، وهذا هو المنتظر، ولعل هذا هو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أن المسلمين يقاتلونهم ويقتلونهم وينتصرون عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بماذا تحاز السيارة؟ هل بتحريكها أم بحيازة أوراقها ونقل ملكيتها؟ تقبض السيارة بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، وكذلك بقية السلع قبضها بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن